القدره الشرائيه ديال الناس هبطت شويه والاسعار ديال الحوت طلع. اصلا كاين دابا دايرين شي باركواش في طنطان وفي الصحراء دايرين اضراب على الزياده ديال المحروقات مازوت. والحوت اصلا في هاد لا سيزون تيكون شويه قليل، دونك ضروري تيكون الثمن شويه مرتفع اوتوماتيكمون راه القدره الشرائيه ديال بنادم تتهبط. اللي كان كيجي مره في 3 ايام ولا كيجي مره في شهر، يعني القدره الشرائيه ديال بنادم واخا الناس اللي متمكنين راه هما راه حسوا بالفرق. حتى من لي زوتيل ريستورون هما ولاو الا كانوا كياخذوا جوج ديال لي ليفغازون ولا ثلاثه في السيمانه ولاو كياخذوا مره في شهر. حنا كبلاد منتج بلا تنسوردو كروفيت، تنسوردو كروفيت غريز كيجيو بعض الاسماك كتسوردوها وشي وسميتو تيبقى ديما العرض والطلب، فهمتيني؟ وحاجه اللي كتوجد شويه كيطيح الثمن، ولو داك الطيحان ديالها غالي على المواطن. المواطن حنا تنبقاو ديك الحلقه الاخيره اللي تنتواجهوا في هذه الحلقه ديال التجاره ديال الاسماك من المرسى ديالها من المتدخلين ديالها تتوصل عندنا حنا اللي تنتواجهوا مع المواطن. المواطن تيشاكي بزاف، الانسان تياخذ عندك نص كيلو الحوت تشرح ليه، تنشريو عندنا واحد الهامش ديال الربح صغير، والحوت ماده اللي هي حساسه خصك تبيعو ربما حتى بالخطيه. بالخطره ديال السوق المهرب عليك تبيعو حتى بالخطيه. ونزيدك حنا في السوق المركزي تنعانيو حتى من قله الزبناء اللي كان عندنا الباركينغ هنايا وحيدوه لينا، حتى ذاك ديال التفريغ ديال السلعه ما بقاتش. وتصور دابا باش تجيب السلعه تحطها بواحد شحال كتجي مرمده في كروسه والشمس غير صحيه. راه ولا غالي الحوت، الحوت ولا داير الثمن، شحال من حاجه غلاش، بحال السردي كان ب 10 دراهم ولا ب 20 درهم. بزاف ديال الحوايج اللي غلاو، الميرنا كانت ب 500 ولا ب 70 درهم، هذا الشيء غلا. من نهار حيدوا لنا هذا الباركينغ هذا اللي هنايا ما بقاش يدخل لعندنا حتى واحد. انت شوف المارشي كي داير، مارشي خاوي. عباد الله ما بقاش تاخذ ذاك الكوني ذاك الشيء اللي كانوا تياخذوا، ما بقاوش ياخذوا. بحال كاين اللي كان تياخذ كيلو ولا تياخذ رابعه، اللي تياخذ جوج كيلو تياخذ نص كيلو. عباد الله ما بقاش عنده القدر ديال هذا الحوت، هذا حوت ولا غالي بزاف. مطلبات اخي هما يقادوا لنا الباركينغ ديالنا، بغينا الباركينغ باش يولوا يدخلوا عندنا الكليان. كاين هنا واحد الازمه في هذا المارشي، هذه هو واحد الباركينغ هنايا حيدوه لنا، الناس ما تدخلش كاع. الا بغى يدخل شي واحد في الجنب كاين البوليس تما، خاصك غرامه ضروري. وراه الاسعار تتعرف الاسعار كلها غاليه، بحال اللي باح السبت كروفيت ديال 150 درهم 140 درهم 46 الف ريال، وعاد زيد عليها الكالامار ما ولات من بلاصتها 120 درهم 130 درهم. كاين كاع السردي هو اللي شويه دابا تياكلوا المساكين، ساعه ما غلاو عليهم الزيت. المسكين اللي غادي ياكل داك السردي راه داروا ليه نص سطر الزيت 260 ريال، هي هذوك عندك حتى الطحين حتى هو. وكنا تناكلوا مع الدراوش، والدراوش دابا راهم ولي واكلين العصا. اما الاخرين اللي تياكل الكالامور هذه راه بالتليفون، التليفون هنايا في المارشي تيجي تجي السلعه حتى لعنده. وحنا راه حنا سامرين هنا، لا جا عندك شي درويش هكا سردي ولا شي حاجه راه يعني. اما الكروفيت وداك الميرنا وداك الشيء راه ما كاينش اللي قرب له كاع نهائيا. السول خلاص دابا تقريبا شهرين السول ما كاين 100 درهم 120 درهم.